السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عالم النحل عبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أصدقائي الكرام سنتحدث عن هذه الخلية. الخلية هذه كانت بعشرة إطارات أم الإطارات، إطارات كلها عسل حبوب بقاح. شوفوا هاو العسل حبوب بقاح، كل الإطارات يعني ثمانية إطارات عسل وحبوب لقاح. راكم تشوفوا. ولكن ما هو المشكل الذي ادى الى نقصان النحل بهذا الشكل؟ احنا اليوم جينا نفحص الخليه، وجدنا ان هناك تقريبا اطار ونصف فقط. من قبل كانت 10 اطارات، لكن اليوم وجدنا اطار ونصف. مشكل هو مشكل الفروه. شوفوا الفروة، كاين فروة في النحل ومتساقطة في قاعدة الصندوق. العلاج كان من قبل علاج غير معروف، وضعنا هذا العلاج، علاج غير معروف لم يقوم ب العلاج لم يقوم بدوره، يعني حذاري من أنواع الأدوية الغير معروفة فيما يخص علاج الفروة. هذا دواء دون ذكر اسمه لم يلبي ما كنا نريد منه ولو بنسبة قليلة. الخلية انهارت. هذه أنا صديقي جنا منها العسل، يعني ما شاء الله كانت خلية قوية، ولكن اليوم انظروا كيف أصبحت. حضنة هذه، هذا ليس تعفوا، الحضنة تخرج ولكن لقلة النحل لم تستطيع الخروج. في بعض الحضنة فقط تحاول الخروج، هي مثلا هذه، والباقي لم يستطع الخروج بسبب البرد أو عدم حضن النحل لهذه الحضنة. لذلك يجب على النحال اختيار الأدوية المناسبة في علاج الفروة. بإذن الله سنقوم ببعض الأعمال، ربما إن شاء الله سننقذ الخلية. الملكة موجودة، الملكة وجدناها هنا، هذا هو النحل الموجود في الخلية. أول حاجة يعني رغم وجود التغذية وحبوب اللقاح والعسل، لو أطلنا فترة الفحص عليها كانت سترحل. سنقوم باستبدال الصندوق هذا بصندوق صغير نظرا للفروة المنتشرة يعني في الخلية، وكذلك قلة الكثافة النحلية. سنقوم بتغيير الصندوق كإجراء أولي. نقلص الإطارات. شوفوا كذلك، شوفوا الجنيه هذا، شوفوا الملكة، نقلوا النحل للصندوق هذا من بعد الصندوق. صندوق نظيف، النحل طلع في إطارين، يعني من الأحسن نخليو الحضنة هذه تخرج ونعالجوا الفروة، وبعد ذلك نجيبوا إطار حضنة من خلية أخرى، خلية قوية، نضعوا هنا الإطار. عجينة هاي، حطوا له عجينة بروتينية حتى ينشط النحل قليلا، نغطيوه لأن شوفوا تغير الجو، يتغير فقط. هنا بقى لنا العلاج، هاي الطريقة. نقوم بقلب الغطاية فقط، نغطيو الخلية إن شاء الله نكملوا العلاج في الأيام القادمة. إن شاء الله نعالجوا، يعني نعالجوا بسرعة علاج الخلية والفروة أولا، ثم تأتي التقوية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.